إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني. أيها الأخوة المستمعون الكرام، في حلقتنا لهذا اليوم سنواصل ما بدأنا من تفسير الآية 17 من سورة النساء. فإلى التفسير. ثم يتوبون من قريب، سبق الكلام في التوبة من قريب، ومذهب من ذهب بأن القريب ما بقي العمر، لأن العمر كله قصير، وهذا قول الجمهور، ومذهب من ذهب إلى أن القريب هنا إنما هو الوقت القريب من وقت المعصية حتى لا تؤثر المعصية على نفسه، ومعنى ذلك أنه يدعى إلى التوبة بسرعة حتى لا تؤثر هذه المعصية على نفسه. هذا وقد ذكر الإمام محمد عبده كيف يتفاوت الناس في هذا الأمر. التائب إن أخلص التوبة يرجى له قبول توبته، ولكن مع هذا كله فإن هناك تفاوتا بين التائبين بسبب تفاوتهم في أحوال معاصيهم. فمن التائبين من يكون على يقظة دائمة بحيث يحرص على تجنب مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى إلا عندما يغلب على أمره بما يدفعه إلى المعصية من شهوة طارئة أو غضب يؤدي به إلى أن ينتقب ويتشفى، ولكن عندما تنتهي شهوته وعندما يبرد غضبه سرعان ما يتوب إليه رشده ويتوب إلى ربه سبحانه وتعالى ويظل على وعي وعلى يقظة يحاذر أن يقع فيما وقع فيه أولا، لأن لمخالفته لأمر الله وتوبته من ذلك أثرا على نفسه، فيبقى خائفا دائما من الوقوع في مثل هذه المخالفات. ومن التائبين من يحرصون على تجنب كبائر الإثم، ولكن قد تغلبهم نفوسهم على الصغائر مع كون الخواطر الإلهية التي تثرى على نفوسهم تصدهم عن ذلك، فهم يقعون بين الزلات وبين ما ينتشلهم من هذه الزلات من هذه الخواطر، فهم على أي حال دون مرتبة من قبلهم مع كونهم دائما يستغفرون الله سبحانه وتعالى من زلاتهم، إلا أنهم دون أحوال من قبلهم الذين هم أكثر يقظة وأكثر مراقبة للنفس حتى لا تقع هذه النفس في محارم الله سبحانه وتعالى، فهم دائما يصدون أنفسهم عن مواقعة معاصي الله عز وجل. والفريق الآخر وهو أضعف من هؤلاء، ذلك الفريق هو الذي يتردد بين التوبة والمعصية، يندم على كل معصية يرتكبها ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن تغلبه نفسه فيستغفر الله سبحانه وتعالى. قال بأن هذا الصنف يرجى أن يكون ذكر الله سبحانه وتعالى الذي في نفسه يقويه ويوجد في نفسه ملكة لمقاومة رغبات النفس في المعاصي، فإن استغفاره لربه سبحانه وتعالى مع شعوره بالندم ومع ما يحس به من لذع في قلبه بما يكون من الندم على تلك المعاصي التي ارتكبها، يرجى له أن
تكون لنفسه ملكة الخير، تغلب ملكة الشر، ويقوى جانب الحق على جانب الباطل، حتى ينساق مع التائبين المخلصين ويداوم استغفار الله تبارك وتعالى. ومع هذا يخشى عليه أن يغلب جانب الشر على جانب الخير في نفسه فيهلك مع الهالكين. هذا بطبيعة الحال مهما كان الإنسان، هو دائما يجب عليه أن يحرص على الخوف والرجاء. فالتائب الذي يخلص لله تعالى توبته ويستمر على هذه التوبة، يجب عليه أن لا يكون آمنا من مكر الله. فإن المؤمن إنما يسور أعماله بسور الخوف والرجاء، فالخوف دائما يردعه عن الوقوع في معاصي الله، والرجاء ينشطه على فعل طاعة الله سبحانه وتعالى. وزن صالح الأعمال بالخوف والرجاء، هما جنة للصالحات وسوءه. الله سبحانه وتعالى أتى أولا بأداة الحصر في هذه الآية الكريمة عندما قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. والحصر قد يكون حصرا فيما يدل العقل على عدم إمكان ضده، كما في قول الله تعالى: إنما الله إله واحد. فالعقل يدل على استحالة أن يكون مع الله إله آخر. فالحصر هنا لا ريب أنه حصر قطعي. وقد يكون الحصر بسبب مراعاة بعض الاعتبارات، كما في قول القائل: إنما الشجاع عنترة. ولا يعني هذا أنه لا يكون شجاع غيره، وإنما هي اعتبارات يعتبرها الحاصر. والله سبحانه وتعالى بعدما جاء بهذا الحصر عندما قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، جاء بعد ذلك بما يفيد تقوية هذا الحصر عندما قال: فأولئك يتوب الله عليهم. فأولئك أي الذين استجمعوا الصفات المذكورة من قبل، لأن الإشارة هنا تقتضي استحضار ما سبق ذكره من الأوصاف، كما في قول الله تعالى في كتابه: هدى للمتقين، ثم وصف المتقين بما وصف به وصفهم به: إذ قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بعد هذا كله قال: أولئك على هدى، أي أولئك الذين جمعوا هذه الأوصاف كلها حتى تكون هذه الأوصاف مستحضرة في ذهن السامع لهذه الإشارة. وكذلك ما في قوله سبحانه وتعالى: فأولئك يتوب الله عليهم. فأولئك جاء هنا بالفاء التي تقتضي ربط ما قبلها بما بعدها، ومعنى ذلك أن ما سبق إنما هو سبب لقبول الله تبارك وتعالى توبة هؤلاء، وهؤلاء هم الذين يقبل الله توبتهم. فأولئك يتوب الله عليهم، أي يقبل الله توبتهم. التوبة كما سبق هي رجوع، فالعبد التائب إنما يرجع إلى الله تعالى بالطاعة وبحسن العمل. والله سبحانه وتعالى يرجع إلى العبد بألطافه فيتقبل توبته.
عندما يعلم منه إخلاص التوبة لله عز وجل فأولئك يتوب الله عليهم. أولئك الذين جمعوا تلكم الخصال جميعا واتصفوا بهاتكم الأوصاف يتوب الله عليهم، يتقبل الله توبتهم، وكان الله عليما حكيما. هذا التذييل يتفق تمام الاتفاق وينسجم تمام الانسجام مع ما سبق، فإن الحق سبحانه وتعالى اقتضى علمه واقتضت حكمته قبول توبة التائبين. فالله سبحانه يعلم ما تنطوي عليه فطر العباد وما في تضعيف طبائعهم، فمن المعلوم أن الشهوات تغلب الإنسان وتصرفه عن الحق كثيرا على اختلاف أنواع الشهوات، وقد يجد الإنسان والعياذ بالله في معصيته لله تعالى لذة، لأن نفسه تنزع منزع السوء فيجد لذته في معصية الله تعالى. والشهوات هي من المعلوم لا يسلم منها الإنسان، إذ الإنسان لم يخلق خلقة الملائكة، فالإنسان ركب فيه العقل والشهوة، وإنما يتفاوت الناس إذ منهم من يغلب عقله شهوته ومنهم من تغلب شهوته عقله. والملائكة هم عقول بلا شهوات، والحيوانات هن شهوات بلا عقول، فمن غلب عقله شهوته فضل على الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فضلت عليه الحيوانات. فالإنسان دائما عليه أن يكون وازنا لكل ما يطرأ له من الرغبات بميزان الحق، فلا يعطي نفسه رغباتها إلا عندما تكون هذه الرغبات مضبوطة بضوابط شرع الله سبحانه وتعالى. وبما أن الله عز وجل هو عليم بأن العباد البشر الذين خلقهم فيهم هذه الشهوات وينزعون منزع السوء تدفعهم شهواتهم إلى شتى الموبقات، فتح لهم الله سبحانه وتعالى باب التوبة، فتح لهم باب التوبة لأجل أن يتداركهم بلطف ولأجل أن يصلحهم، لأنهم لو لم يفتح لهم باب التوبة وقد وقع من وقع منهم في المهلكات فإنه يستمر على تلك المهلكات، لأنه يجد أن ما وقع فيه موبق له، وبما أنه موبق له لا يبالي بسائر الموبقات التي يرتكبها فيما بعد. لذلك اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يفتح لهم باب التوبة، كما أن حكمة الله سبحانه اقتضت بأن يأمر الله عباده وينهاهم مع اقتران الأمر والنهي بالوعد والوعيد، فقد أمرهم ووعدهم ونهاهم وتوعدهم، إذ لو كانوا مأمورين من غير أن يكشف لهم ما يترتب على تركهم الأوامر وكانوا منهيين من غير أن يكشف لهم ما يترتب على تركهم النواهي لدفعهم ذلك إلى تجاوز الأوامر والنواهي، ولكن قرن الله سبحانه وتعالى أمره ونهيه بوعده ووعيده، فمن امتثل أمره ونهيه فهو موعود بوعد الله، ومن
خالفهما هو متوعد بوعيده سبحانه وتعالى. لما كان الأمر كذلك كان في هذا ما يدعو هذه النفوس إلى أن تتوطن على الخير وأن تزدجر عن الشر. كذلك اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يكون الناس مجزيين على أعمالهم، إن فعلوا خيرا فإنهم يجزون خيرا وإن فعلوا شرا فإنهم يجزون شرا، ومن عمل الشر كان له باب التوبة مفتوحة. في هذا أيضا حكمة من قبله تبارك وتعالى، إذ لو كان الحق عز وجل يترك الناس وشأنهم بحيث عندما يخالفون أمره لا يسائلهم عن هذه المخالفة لأدى ذلك إلى فساد كبير في الأرض، لأن ترك المجرمين وجرائمهم يرتكبون هذه الجرائم يؤدي ذلك إلى أن تنغرس ملكات هذه الجرائم في نفوسهم، ويعود الإنسان في أمته وفي مجتمعه وفي بني جنسه أضرى من السباع الفتاكة. إلا أن الله تبارك وتعالى رتب على مخالفة أوامره ما رتبه من وعيده، فلذلك فكان ذلك من مقتضيات حكمته. ولذلك ذجلت هذه الآية الكريمة بقوله وكان الله عليما حكيما، ولم تذجل مثلا بقول وكان الله توابا رحيما، إنما ذجلت بقوله وكان الله عليما حكيما، لأن الله سبحانه وتعالى جاءت حكمته بحسب مقتضى علمه، واقتضت حكمته أن يفتح لعباده باب التوبة وأن يدعوهم إلى هذه التوبة. ومن المعلوم أن شهوات النفس عندما تجبح بها تشط بها كثيرا، وهي كما سبق تؤدي والعياذ بالله إلى الرعن، كما قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وكما جاء في الحديث عن النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام إن العبد إذا أذنب الذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع وتاب واستغفر سقي، وإن هو عاد زادت حتى تملأ قلبه، فذلكم الرعن. ثم تلا قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلو كلي الناس ومعاصيهم يفعلون ما يشاءوا لأدى ذلك إلى أن ترين هذه المعاصي إلى القلوب. وبما أن الإنسان أوتي من الملكات ما لم يؤته غيره، ما لم يؤته أي أحد آخر، كان عقله إن لم يتصرف وفق مقتضيات العقل ووفق أمر الله سبحانه وتعالى سببا من أسباب دماره ودمار مجتمعه، لأنه يستغل عقله في السوء الذي تدفعه إليه شهوته، الذي تدفعه إليه شهوته، فينقلب العقل أداة تدمير بدلا من أن ينقلب أداة تعمير، وأداة إفساد بدلا من أن ينقلب أداة إصلاح. هذا وسبق بأن هذه المعاصي تخلف ما تخلفه في هذه النفس من آثار خطيرة، ولا ينزع هذه الآثار منها إلا التوبة. هذه التوبة إنما هي التوبة النصوح، والله تبارك وتعالى بما أنه عليم يعلم ما هي التوبة النصوح. فالتوبة ليست هي لقلقة باللسان بحيث يقول الإنسان إذا ارتكب معصية ما أستغفر الله، وهو مع ذلك ينوي العودة إلى معصيته، إنما التوبة النصوح كما ذكرناها من قبل،
هي الندم، حيث يحس الإنسان بما ينزع نفسه من آثار ارتكابه لمعصية الله سبحانه، ويتمنى أن لو استقبل من أمره ما استدبر حتى لا يقع فيما وقع فيه من المعاصي، والإقلاع عن تلك المعصية، فإن بقاءه وهو يرتكب تلك المعصية، بقاءه على ارتكاب المعصية مخالف للتوبة. فلو استغفر من تلك المعصية فإن كونه مستمر على ارتكابها لا يعد ذلك من التوبة في شيء. والشرط الآخر أو الركن الآخر من أركان التوبة هو عقد العزم على عدم العودة إلى المعصية كما لا تعود الألبان إلى ضروعها. والأمر الآخر هو الاستغفار، فالاستغفار يأتي بعد ما تتهيأ النفس لطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى بما سبق ذكره. لا بد من أن تتهيأ النفس لطلب المغفرة حتى تيسر للعبد المغفرة بسبب ما يسبق هذا الاستغفار من أركان التوبة الركينة وهي التي ذكرناها. وهنا في هذا التذييل يشير الإمام محمد عبده إلى ما انتشر بين الناس من أن الأعمال قد تكون مكفرات للمعاصي، ويعول الناس على هذه الأعمال ولو ارتكبوا الكبائر ولو أصروا على هذه الكبائر وأخلدوا إليها وفعلوا الأفاعيل. وقال بأن هذا مما سرع إلى هذه الأمة من آثار الأمم السابقة التي انحرفت عن منهج الحق، فإن أنبياءهم إنما دعوهم إلى الاستمساك بالدين من غير أن يفرطوا فيه، فعدلوا عما دعوا إليه من فطم أنفسهم عن الشهوات الدنيئة والاستمساك بالأوامر الربانية، عدلوا عن ذلك إلى ما استساغوه لأنفسهم من ارتكاب الموبقات مع ما كانوا يرجونه من تكفيرها بسبب ما يأتونه من الأعمال، فجعلوا الدين منحصرا في حركة اللسان وحركة الجسم من غير أن يكون هذا الدين مرسخا لملكات الخير في نفوسهم. وقال بأن هذا سرى إلى هذه الأمة، ونحن عندما ننظر في أسباب ذلك إنما نرى أن أسباب هذا كله الاستخفاف بالوعيد. فالاستخفاف بالوعيد جرأ الناس على ما جرأهم عليه من الموبقات، فإن الله تبارك وتعالى بيّن أن الذين يتقون والذين يمتثلون أوامر والذين يقبلون على ما يوجهه إليهم من ذكر ونصح إنما أولئك الذين يخشون وعيده. فقد قال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ومعنى ذلك أن من لا يخاف الوعيد لا يتذكر. وكذلك يقول تعالى سيذكر من يخشى، فالذي يتذكر هو الذي يخشى الله تبارك وتعالى ويتقي وعيده. وكذلك يقول سبحانه وتعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فلا بد من أن تكون هنالك خشية في النفوس. أما لو هون على الناس أمر الوعيد فإنهم لا يبالون بما يرتكبونه من المعاصي، وهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن الأمم السابقة. قد حكى مثله عن بني إسرائيل في قوله فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. هم يترجون هذه المغفرة مع كونهم يميلون إلى العرض الأدنى ويؤثرون ذلك على طاعة الله يرجون مغفرته. وهذا ما سرى إلى هذه الأمة، حتى سمعنا من يقول بأن الله إذا وعد وفى وإذا توعد عفى، متجاهلين قول الله تبارك وتعالى لا تبديل لكلمات الله، وقوله عز وجل لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، ومتجاهلين
الآيات التي تدل على أن كل إنسان إنما هو رهين أعماله، كقوله سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقوله: من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وقوله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وكون الله سبحانه وتعالى نهى العباد عن التشبث بالأماني التي تشبثت بها الأمم السابقة، نهى هذه الأمة عن التشبث بالأماني التي تشبثت بها الأمم السابقة، إذ قال عز من قائل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فالإنسان إذن رهين عن عمله، من عمل عملا صالحا جوزي بما عمله، ومن عمل عملا سيئا وأصر عليه ولم يتب منه حتى لقي الله تبارك وتعالى عليه فإنه يجزى بما عمله. والقرآن الكريم ربط المصير بالمسير، وربط الجزاء بالعمل، فبحسب ما يكون عليه الإنسان في سير حياته هذه يكون مصيره في الدار الآخرة. من هنا كان لزاما على الإنسان أن يحرص على تقوى الله تبارك وتعالى، وأن يتدارك نفسه بالتوبة، وأن لا يخلد إلى شهوات النفس ورغباتها، ذلك لأن هذه الشهوات عندما تتحكم في حياة الإنسان تدفعه إلى ارتكاب مزيد من الموبقات وتباعده عن الأعمال الصالحة، فيستغرق عمره والعياذ بالله في المنكرات والكبائر ويكون من الهالكين والعياذ بالله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التوابين الصالحين المقبولين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من جميع ذنوبنا كلها، سرها وجهرها، صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما لن نعلم. اللهم اغفر لنا خطايانا، ما قدمنا وما أخرنا، وما أسرنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم قد علمت فاغفر، وقد سمعت فاستجب، وما أنت له أهل فافعل، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واقطع اللهم دابر أعداء الدين، واستأصل شافتهم أجمعين. اللهم شتت شملهم، ومزق جمعهم، وفل حدهم، وأقلل عدهم، وارد كيدهم في نحورهم، وأعذنا وجميع المسلمين من شرورهم، وامحو آثارهم، وأورثنا أرضهم وديارهم، واطمس على أموالهم، واشدد على قلوبهم يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، هكذا كنا مع تفسير الآية 17 من سورة النساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.